هنقول كلام مهم النهارده، فياريت هنزعق باين شكلنا النهارده، مش هنزعق قوي يعني، بس خلينا نبتدي نركز على تمام خلاص. ايوه كده، شكرا يا عبد الله، الحمد لله نجدتونا. طيب خلينا نبتدي اللايف بتاعنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني لايف الخميس انا دايما بحب ان هو يبقى اوبن مفتوح، متكلمش فيه على حاجه معينه، واللي انتوا هتسالوا بيه في الكومنتات انا هجاوب عليه. لكن انا حابه ابتدي موضوع مزعلني جدا جدا، وتبعت زوجه تشتكي مثلا، ما اعرفش الاضاءه ايه، ركزوا في اللي انا بقوله ما تشتتوني، ركزوا في اللي انا اقوله، وبعدين ابقى اخد الكلام اللي انتوا كاتبينه ان شاء الله. الصوت واطي، طب اعمل ايه؟ ما يعني ده اخر الدنيا، خليني احاول اهو اعلي كده. ها الصوت ايه؟ تمام تمام ولا ايه؟ اعمل كده، ما هفضل ماسكه كده وعامله كده. طيب خليني اتكلم معاكم واقول على موضوع البث النهارده. موضوع يزعل، موضوع يزعل. شفتوا انا كاتبه ايه على البث؟ لما زوجتك تيجي تسالك هو انا حلوه هو انا جميله، يا نهارك ابيض. اصل انت اصلا كون انك انت قلت، وكون انك انت جيت عرضت زوجتك، او ان هي بقت في حاله انها مجرد انها تسالك والسؤالين دول، انت كده في مرحله الخطر، انت كده على الديد لاين خلاص. هو انا انت بتحبني ولا لا؟ وانا حلوه ولا لا؟ حلو ولا لا؟ يبقى انت مش مشبع عندها انك عمال كل شويه تقول لها كلام حلو، او توصفها او تمدح فيها، او انك انت تقول لها كلام يشبع عندها الامر الانثوي الفطري الطبيعي عند كل امراه، مش زوجتك بس، زوجتك مش عجبه في وسط الناس، لا، عند كل الناس وكل النساء. المراه بتحب تسمع انها تتمدح، وتحب تتمدح لشكلها ولكلامها لاكلها لافعالها، تحب كده. فكون ان هي تسالك حاجه زي كده يبقى انت مقصر، انت مقصر في حاجه زي كده. انت ليه مش بتقول لها؟ ليه مش بتتكلم معاها في جزئيه انت وتمدح في شكلها ليه؟ انتوا احنا عاملين حلقه اكتر من حلقه على موضوع المدح. المراه بتحب المدح ثلاث اشكال، وهقول تاني ثلاث اشكال. بتحب تمدحها في وشها، انت حلوه انت جميله انت شعرك انت جسمك انت لبسك انت كذا انت ايه انت واو حلو يا بطه يا وزه يا شيماء، اي حاجه بقى دلوقتي ما بقى فيه بدل بدل ما تقول لها بطه بتقول لها شيماء دلوقتي. طيب ده جزء. وبتحب انك تمدحها في وسط العيله، بس عيلتك او عيلتها او كده، زوجتي الله يبارك لها كتر خيرها، زوجتي بتعمل كذا، زوجتي بتسوي كذا، حلو، تحب كده جدا الزوجه. وتحب انك تمدحها غيبا ويوصل لها الكلام، زي من احب الناس اليك قال عائشه. فتخيلوا بقى السيده عائشه لما وصل لها كده، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، ده شيء جيد، ده شيء جيد. لكن كون انك توصلها لمرحله وانا حلوه ولا لا، يا نهار ابيض. اذا كنا احنا بنقول في التربيه يا اباء ويا امهات من فضلكم لما يبقى عندكم بنات في سن المراهقه، خلاص بادئين بقى ومن قبل سن المراهقه والله، ابتدي انك انت تكلمي البنت في امور خاصه بايه؟ بشكلها. والاب ايه يا اموره الجميله الحلوه بنتي العسوله، ليه تسمع الكلام ده جوه بيتها؟ والزوجه نفس الكلام، ما هي طفله، اوعى تكون فاكر ان زوجتك دي واحده ست كبيره لا 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 مش عليه ما فيش ست عاله صدقوني، ايه الست وتوصل لحد الخمسين والستين وتفضل كده. لكن انك انت يعني تحوجها ان هي تسمع حاجه زي كده، خطر نقص خطر، وانت كده على الخط الاحمر. وما انصحكش ابدا ابدا على طول اللي سمع من زوجته حاليا، يا كل راجل بيسمعني، يا كل زوج، يا كل عاقد وكاتب كتابه، من فضلك ابتدوا قولوا لهم انت حلوه انت جميله انت شعرك انت خلينا اتكلم في نقطه. احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع النظافه الشخصيه والنساء وتعمل ايه في الكلام ده. طيب لما تيجي بقى نظافه شخصيه، انا بتكلم مثلا على هتكلم على حاجه واحده بس اللي هو روتين الشعر، ماشي؟ معلش اسمعوا مني، معلش، روتين الشعر مش الكحكه،
روتين الشعر مش ده الحصان او اللي عاملاها لي هنا او هنا، في ناس بتعملها من هنا وعارفاهم كويس هم عارفين نفسهم كويس، كحكه اللي من هنا وكحكه اللي من هنا ولا ده لا، والشعر ريحته مكمكمه ولا زيت، تقول لك بحط زيت زيتون، طب ماشي زيت زيتون ولا ما هو برده مكمكم، الدنيا مكمكمه، معلش سامحوني عشان عيني وجعاني جدا، هتلاقوا عين فاتحه وعين ما يعني تغاضوا عن هذا الامر، فتبص تلاقي ان هي عامله كحكه هنا لا ما بتكمكم الشعر، يا نساء بقى معلش كونوا رجال شويه تعالوا اسمعوني، ما الكحكه دي بتكمكم مش هتخلي ريحه الشعر مكمكم، والشعر المكم ريحته مش حلوه، تيجي تفرديه اوف مش عايزه تشمي تاني، ريحه شعرك وروتين شعرك كانت تعملي حمام زيت مره كل اسبوع لساعتين بتغرقيه، ومش شرط تحطيه، ممكن تعملي بسشوار او بحطوا ساعات فوطه بميه سخنه عليه، ايا كان انا بديكم الحاجات السهله جدا اللي اي بنت سهل جدا جدا انها تعملها، دي نقطه. نقطه الشعر روتين، يبقى انت عندك حمام زيت زيتون مره في الاسبوع او ساعات ممكن زيت جوز هند، عايزه تحطي الخروع والحاجات التانية ماشي، المهم بتغسليه جامد بعديها وخلاص، الزيوت الطبيعيه، وعندك المخمريه بتاعه الشعر يا جماعه، معلش معلش قصري الميزانيه وهاتي المخمريه، حلو السجع ده، قصري الميزانيه وهاتي المخمريه، مخمريه الشعر ديت حلوه جدا، بتتحط في جذور الشعر عشان تبقى ريحه الشعر حلوه، ليه؟ عليها عشان تبقى ريحه الشعر حلوه، عشان لما الكحكه تتعمل ماشي، عشان لما الكحكه تتفك تبقى ريحه شعرك مش مكمكم ومش مش كده، لان سمعت شكاوي كتير جدا من يعني ازواج، خلوني اظبط لكم المايك كده، من ازواج، والفكره الازواج اللي بيتكلموا فيه على الموضوع دوت ريحه شعر، ممكن يكون هو اصلا مش معتني بموضوع الريحه ولا الكلام ده عشان بس تبقوا فاهمين، لكن هو مش معتني ما مش مشكله، المهم انت روتين الشعر مهم يا نساء يا بنات يا بنات يلي في ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، ارجوكم روتين الشعر مهم، ريحه الشعر ذات نفسيها، يقول لك انا عارف ان دي ريحه زوجتي، اصل هو الهوا لما عدى ماشي بس جوه البيت، الهوا يعدي جوه البيت عشان ما فيش شعور تنكشف بره البيت خالص، فالامر ده موضوع مهم. طيب عندك دلوقتي اما تسالك هو انا جميله ولا لا، قول لها اه ده انت حلوه وست الستات يا عم، طيب بخاطرها ده يعني الكلمة الطيبة صدقة، سرور تدخله على قلب موسى، ده انت عندك نوايا كتير جدا، ودي من الحاجات اللي بتغذي المرأة. بصوا الراجل ياكل، ويحفظوا الكلمة اللي هقولها لكم دي، ياكل يشتغل ينام يعمل علاقات اجتماعية وهكذا وهكذا، ويرد على الناس كل الكلام ده الراجل بيعمله، وبعدين وبيحب ممكن يحب يعني الاعمال دي كلها، وبعدين يحب. المراه العكس، المراه لما تحب هتلاقيها بتاكل وتشرب وتضحك وتتعامل وتبقى ورده كده مفتحه، فالموضوع عند المراه وعند الرجل عكس عكس، هي الحب عندها اللي يخليها تعيش الحياه بشغف وبنوع من انواع الفرحه، واللي لما تحب انت لما تشبع وتشبع بقيه الحاجات تخلي الحب في مرحله لكن. فعشان هي تحب لازم تبقى هي عارفه ان لها مردود في قلب زوجها. ايه هو المردود؟ انك تقول لها تشبع الامر العاطفي، مش بتكلم على الجسد دلوقتي، تشبع الامر العاطفي يا ابني الله يصلح حالك. تشبع كلامها، الحب، الكلام، اما تقول لك كده قول لها اه ده انت ست الستات، ده انت ست الكل، ده انت اللي هنا واللي هناك، ده انت نور عيني اللي بشوف بيها، هو البيت بيبقى بيت من غيرك؟ هي الدنيا بتبقى حياه من غيرك؟ ده انت وانت 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 وانت، من فضلك بقى من فضلك يعني خلي الكلام حقيقه، اذا نظر اليها ينوبك ثواب، يعني اذا نظر اليها سرته، يعني شوفي نفسك، شوفي لبسك، شوفي حالك، شوفي امورك، يعني ما تخلوش الامور بره اطار هي فين الست اللي اقول لها كده، لا لا ليكي ست، وست انا اعرف ستات مش عايزه اقول يعملوا حاجات جامده جدا بيفننوا والله كتر خيرهم، بتفنن وبتعمل وتبقى بتقول لك لنفسي والله الاول قبل حتى ما يبقى الزوج، انا احب اشوف نفسي حلوه وجميله واموره وقطقوطه، وتعرف تعمل حاجات تحفه جدا في البيت وفي الحركات وفي المشي والدلع والغنج، ايه اتعلموا الكلام ده، مش بنتعلم عشان هو الازواج عايزين كده، وبعدين نفتح بقى الكلمات بقى اللي بتتقال ومش الازواج ومش هتقولي لبك ثواب، مش كده خالص، ملوش علاقه، لنفسك انت عشان انت ست، لنفسك رقم واحد. النقطة التانية لما تيجي تسألك هو أنت بتحبني ولا لأ؟ طبعًا يعني أنا معاكم يا دي الرجال إن ساعات اللي ما يبقاش فيه عاوز عاطفي فعلًا
بس هي الزوجه بتحب تسمع الامر ده، فما تسالك انت بتحبني ولا لا، مش شرط يعني، ساعات بيبقى فعلا الزوج مش مقصر. لكن خلي بالك لما 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 هي برضو تقول لك حاجه زي كده اشبح بحبك، فين بحبك كده يعني؟ لسه عندي تعليق، نرمين كاتبه تعليق على الفيديو بتاع امبارح اللي كنا بنشرح بيه في بعض الغريو، والحلقه بتاعت امبارح مهمه جدا، اكتبوا الكلام اللي فيها. فكانت بتتكلم نرمين وبتقول ان بتقول انا لما سمعت الحلقه يا دكتوره ده التعليق بتاعها، وقول لي بحبك 8 مرات وبيسمع كذا وانت ايه بالنسبه لها وايه بالنسبه، حسيت ان حاجه جميله قوي. قلت لها لسه ما جاليش عريس بس فرحانه ان ممكن يجي لي عريس بالشكل. هي دي الحياه اللي احنا بنسعى لها، واحنا بنعمل الحلقات والدورات والكلام ده عشان خاطر حاجه، عشان خاطر حاجه واحده، ان تبقى حياتك حياه سعيده، ان تبقى حياتك حياه سعيده. هم طبعا هينزلوا الطلبات دلوقتي. شكرا سلام سوي لي مصر للهالكي. فطبعا احنا بنبقى محتاجين ان احنا نركز في النقطتين دول. النقطة التانية اللي انا حابة اتكلم فيها نقطة طب ما هو ما بيعملش فانا عشان كده ما بعملش. مالكيش دعوة بيه يا دي الزوجات، يا حبيبتي مالكيش دعوة بيه، هو عمل ما عملش مالكيش دعوة بيه عشان خاطري. اسمعي، ما بيدينيش ما بيقولش، ما هو ذات نفسه روحته مش عجباني، ما هو ذات نفسه مش عارفه ايه، مالكيش. هو عليك انك تقولي وتنصحي، بس انت تبقي فله مش شمعه منوره. انا عايزاكي كده، انا مش عايزه اقعد جلسه صلح ولا جلسه كلام ويبقى في قلب الجلسه ويبقى في قلب الجلسه اني طلع زوجة غلطان. شوفوا عامله ازاي، شوفوا رابطه ازاي، شوفوا مكسره. وطبعا عندك رجاله رقاده اصلا من غير اي حاجه، يعني ازدواجيه المعايير انا صراحه بشوفها ظلم حقيقي للمراه يعني. لكن انا مالكيش دعوه بالقصه دي، اهم حاجه منين منين من اللي يخش شقتك انت زي الفل، نظيفه، اموره، شكلك حلو، عسوله في نفسك وفي حالك كده، شقتك مريحه، كلمتك طيبه، هو دوت. لكن الكلام الفاضي اللي بنسمعه ده كلام فاضي. والله لو بتوصل المراه لايه، ما تقوليش بس اصل هي كبرت في السن وعيبه. مين اللي قال الكلام ده؟ والله بتبقى 50 و60 سنه. انا مش انا قلت لكم اعرف جده زوجها توفى، والله واحده تانية مطلقه وجده وتزوجت يعني، أنا والله العظيم عايشه زي الفل وعموره وعسوله وحاجه، الاثنين الحالتين اللي انا شفتهم في الواقع بعناية زي الفل وناجحين وزي الفل ومعاهم رجاله زي الفل ومدلعين وبتاع. 50 سنه و55 سنه كمان وستين سنة وجدات، والله ما بارك وطاعت الحب وبطة في نفسها. احنا عايزين ده. احنا محتاجين ده، احنا محتاجين في حياتنا ان الدنيا تبقى بالبساطة دي، وكل واحد يعبر عن اللي جواه ويطلب حقه من اللي قدامه. وانا لو ما طلبتش من شريك حياتك هتطلب من مين؟ ماشي، خلينا نركز في الكلام ده. خليني بقى ناخد الاسئلة بتاعتكم. مين في معاملة الأبناء غباء الزوج؟ رضا بتقول غباء الزوج في معاملة الأبناء بيهدم الأم نفسها. وانت ليه تسمحي انه يتغابى في التربية؟ يعني انت عندك أسس للتربية وعندك أمور انت ماشي عليها في التربية مع أولادك، ليه تسمحي ان زوجك يهد الدنيا؟ وليه تسمحي ان هو يتغابى على العيال ويجيب لهم مرض نفسي؟ وقفي قولوا لا 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 لا، مفيش تعامل بالكلام ده، ما فيش تعامل مع الاولاد نتكلم، ما فيش قسوه ولا لا قسوه ولا نوع من انواع المعاملات، الشخيط ولا الزعيق ولا مش عارفه ايه، بيجيب نتيجه في التربيه صفر، النتيجه والحصيله صفر. اسمعوا كلامي، الحصيله صفر. لكن تيجي تقول انا هعاملهم بقسوه او عامل عيالي بقسوه، ما بيجيبش، ما افتكروش انك راجل قاسي وظالم، ما افتكروش الا كده، انا راجل قاسي وظالم، ما فيش حاجه الا كده. طيب اعمل ايه؟ اهلا اهلا، تعال تعال يا بسبوسه يا نون توته، السلام عليكم، سلامة. احب الاطفال، انا ممكن اقلب لكم الكاميرا تشوفوا الجمال الرباني، بس الاطفال دول احباب الله. طيب خلينا اقول لكم تاني على موضوع التربيه بتبقى بالاتفاق ما بين الاب وما بين الام. الاولاد ما لهمش دعوه خالص بموضوع إيه، اصل انا هو بيقول بالشكل الفلاني وهي بتعترض عليا بالشكل الفلاني، الاعتراضات دي داخل اوضه النوم. اما نطلع للاولاد نطلع بصيغه موحده بكلام موحد،
تمام، عشان بس نبقى واضحين في الكلام. ادعي لكم امتحانات حبايبي حبايبي، ربنا ينجحكم ويبارك في الوقت، وتفتكروا اللي انتوا قراتوه مش ذاكرتوه ولا حفظتوه، ادعوا كده يا رب نفتكر اللي احنا عيننا جت عليه، تدعوا ربنا سبحانه وتعالى كده وتستعينوا وترتبوا الوقت، يا رب يجعلكم من اول الدنيا والاخره. طيب خلونا اتكلم على موضوع التواصل يا بنات ويا احباب. موضوع التواصل معايا انا بعمل لايفات اهوت، ممكن اجاوب معاكم دلوقتي، بنجاوب على الاسئله في قلب الحلقات، ممكن اجمع مجموعه من الاسئله واعمل عليها حلقه خاصه. الاسئله اللي بتجيلنا عن طريق الصفحه على طول بناخد منها مجموعه حبه بحبه حبه بحبه وبنجاوب عليها. طيب الامر ده يعني بيبقى على مدار 4 أو 5 أيام، فانا بيبقى عندي يومين فقط، يعني هما الخميس والجمعه فقط اللي بيبقوا فاضيين، بطلع لكم يا اما بس خميس يا بس جمعه، بعدين عندي بيت بقى، مش انا عندي بيت واولاد وبطبخ وهيسه وغسيل، مش عارف الغسيل ده ما بيخلص. حد عنده مشكله الغسيل ده برضه؟ بعدين نطلع وننشر ونعمل ومواد الغسيل ما بيخلص، عشان شتاء ولا ايه؟ الله العفو والعافيه والله. طيب هل يجوز التكلم مع الفتاه في المواقع حيث انه لا يوجد لقاءات ولا صور وهناك احترام؟ طيب انت بتكلمها بنيه ايه؟ مين اللي بعت السؤال؟ مصعب. طيب انت بتكلمها بنيه ايه؟ ببنيت عايز تخطبها، هات الرقم، هات يا حبيبتي رقم ابوكي وكذا، وعيشوا حياتكم بقى، عيشوا حياتكم مع بعض، واطلب اللي بينها رقم ابوها ويلا بينا. طيب لا اصل احنا بنتناقش في امر خاص بشغل مثلا ميديا او شغل موقع او شغل، يبقى على الجروب العام، ما باخدهاش على الخاص. تمام، بس المواضيع دي كده. انا سعيده من المغرب، بحبك انا والبنات، سلمي لي على بناتك يا سعيده وربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم من الصالحين. ما لنا في اهل المغرب والجزائر الشعب كبير، ناس كثيره وفانز كثير، ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا واياكم على خير يا رب. جاوبت؟ مفيش حاجه اسمها حب نظيف يا مصعب، يا مصعب اسمع كلامي. يعني مفيش حاجه اسمها حب نظيف وحب، هو الحب النظيف من الباب، السلام عليكم يا عم الحاج انا عايز اتجوز بنتك، اديني بنتك، سلام عليكم شكرا. اما بقى بنحب حبنا وبعدين ها ثم بعد، ما اما بعد، اما بعد ايه؟ ايه اللي بعد كده؟ لا ينكو ثواب، يعني الحب النظيف عايز له خطوات، وانا اثبت الكلام ده اخش على البيت، انا عايز اتجوز بنتك، انا عندي كذا، انا عندي كذا، وهكذا شرعي. طيب نجوان الدعاء، ربنا يكرمك يا نجوان ويبارك لك ويسعد قلبك حبيبتي. زوجي مش ملتزم بتقول ليه؟ طيب بصوا يا جماعه، الموضوع محتاج صبر وسوي، كانه دعوه الى الله، صبر واستمراريه، يعني دعوه الى الله. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. طيب ايه عايزين ايه؟ طيب هند هند تعالي جنب اختك هاله حبيبتي، تعالي جنب امك هاله ولا خالتك هاله، مشكله الغسيل ما بتخلصش، وصدقوني ما بتخلصش، انا حاجه عجيبه جدا يعني، مش عارفه، نسال الله سبحانه وتعالى يعوضنا بيها بقى على خير في الاخره ان شاء الله. تحيه لينا من المغرب، شكرا فاطمه، حبايبي بتوع المغرب والجزائر سلامنا ليكم، فلسطين وكل الدول العربيه. خليني ان شاء الله باذن الله، احنا ميعادنا في بس بكره هيبقى خاص بالبنات، يبقى الساعه 7 بتوقيت اسطنبول، استنونا ان شاء الله هنقول فيه كلام مهم وكلام جميل بنات اللي حابه، وهبقى احط رابط الزوم للي حب يخش بقى عشان نقعد نهيس مع بعضنا بعد كده في الزوم. جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فينا وفيكم يا رب ويكرمنا واياكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.